ويعني المجهودات الجبارة اللي تقوم بها الأمن الوطني، اللي راح نعطيكم يعني بعض الإحصائيات باش تشوفوا يعني واقعيا هذه المجهودات هذه. مثلا إذا قلنا بتأمين المقابلات الكروية، المقابلات الكروية في دون لا سومان، دون لا سومان اون 3200 رونكونتر، 3200 يعني مقابلة في الأسبوع. هذه تقع يعني المعظم تاعها يقع ضمن اختصاص قوات الشرطة، وهي تدخل في إطار واش كاين عندك البطولة الوطنية المحترفة، الرابطة الأولى والثانية، لقاءات أخرى تاع الأقسام الجهوية، عندنا مختلف الفئات، قسم الهوات الجهوي الشرقي، كأس الجزائر، المقابلات الودية، المنافسات الدولية إلى آخره إلى آخره.